سلام عليكم خوتي، سلام عليكم امهات، سلام عليكم اخوتي خواتاتي احبابي كل ما كيشاهد هذا الفيديو هذا. ان شاء الله جيت اليوم غير نقول لكم ونقول لكم مبروك رمضان، ولا يدخلوا عنا بالصحه والسلامه ان شاء الله، ويدخلوا عنا بطولة العمر، ونصوموا ان شاء الله بالقيام والصلاه والغفران يا ربي، ويرحمنا ويرحم امواتنا ويرحم والدينا، وربي ان شاء الله يعطينا رمضان يكون فيه كل خير، وياخذنا فيه الصبر ويعطينا فيه السلوان يا ربي، يسهل على كل واحد مسكين عنده غمه. الله يفرج عليه، الله يفرج على امه محمد كامله، الله يسهل على كل واحد، الله يعطينا ان شاء الله يكون واحد القلب كبير يا ربي، باش نفوتوا رمضان بالصيام والقيام وبالصلاه وبالصدقات وبكل خير فيه ان شاء الله يا ربي. ونتمنى لكم ان شاء الله هذا رمضان يدوز عليكم الصحة وطولة البال، وكل واحد شاهد هذا الفيديو، كل واحد سمع هذا الفيديو فلوك تبعي، كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد ان شاء الله. وكنقول لكم تهلاو في راسكم، تهلاو في والديكم، تهلاو في شي واحد مسكين الا ما عندوش، صدقوا اعطيوه في هذا رمضان، فطروا معاكم اي واحد، فطر واحد عنده الاجر، اي واحد يساعد واحد عنده الاجر. ونقول لكم الصلح ديما والخير ديما، غير هو زعما انسان في رمضان كيشوف بزاف د الحوايج اللي غادي ان شاء الله ياخذ منهم، والخير ها هو جا البنات. مرحبا بكم، وكنقول لكم رمضان كريم ان شاء الله، وتهلاو في روسكم مع عند اختكم تبعي فلوج، كتقول لكم رمضان كريم ان شاء الله لكم ولحبابكم ولولادكم لعائلاتكم، وتهلاو في روسكم وتستناوني في فيديوهات قادمه ان شاء الله. ها هو سلو كل خير جا ان شاء الله. يلا البنات، يلا الامهات، يلا خوتي، تهلاو في روسكم، نشوفكم ان شاء الله في القريب ان شاء الله. وراه غادي حطيت لكم فيديو ديال شعبانه وفيه الرفيسه، غير باش درنا الوداع مع رمضان وباش نستقبلوه بصحه جيده وبالهنا وطمأنينة البال. السلام عليكم، تهلاو في روسكم مع تبعي فلوغ، ما تنساونيش لاول مره غادي يشوف القناه يدخل يدير ابوني، راه ان شاء الله كاينين فيديوهات زوينين شابين غادي تشوفوهم قالوا زمان، وكاين غير جديد ان شاء الله. نتمنى لكم كل خير، نتمنى لكم السعاده ان شاء الله. يلا باي باي، تهلاو في راسكم.